طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد اقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء والمذنب ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه. نعم، تكلم المصنف رحمه الله عن مسألة مهمة في غاية من الأهمية، ولز لا نشهد لأحد بجنة ولا نار. هذه يعني that we do not say that this person is going to Jannah or this person is going to نار. ويدل على ذلك أدلة كثيرة جدا في السنة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الله بن مسعود الذي رواه الشيخان في البخاري ومسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وفي رواية عند مسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يعني in the eyes of people, yes, in the eyes of people he is so righteous. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. In the eyes of people he may be so sinful and so wrong. عذبني والله. فيسبق عليه الكتاب في آخر حياته فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال: وإنما الأعمال بالخواتيم. وحديث آخر في البخاري، وقد بوى البخاري رحمه الله بابا في كتابه، قال: باب لا يقال فلان شهيد إلا من شهد له الله ورسوله. That he chaptered and called an entire chapter or a bab in the book, a sub-chapter, the chapter of not saying that someone is shaheed. But we hear that so much and so often, especially during the thawrat, the protesting that happens overseas, and the government kills half of the citizens in the streets. يقول لك مات شهيد، من أدراك. You cannot say this person مات شهيد because he was protesting and he got killed. Rather, في البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان: من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية. You go protest against your أمير and he kills you, you mat as a upon the جاهلية. The exact opposite. حديث البخاري. فالمسألة we cannot say فلان أو علان or this person or that person is شهيد. ولا نشهد له بجنة. You cannot say he's in جنة. وأحيانا هناك من بعض العاطفيين people that are emotional وبعض المتصوفة، مش بعض، كثير من المتصوفة، someone dies يقول لك فلان في الجنة. Sometimes for the sake of arguments we sit there, we debate them, we ask them, طيب please let us know why and how you think he's in Jannah. بغض النظر عن، قال لك والله شفته في النوم أمس، رأيت رؤية في النوم هو في الجنة وجالس مع الملائكة. You hear that so common and they base their sharia based on a dream, they based on the person's Jannah or not based on a dream, they base. يعني حتى إننا في السودان we have مشايخ من المتصوفة that say رأيت النبي في النوم and the prophet said that I am amongst the أنبياء and that I should be followed ومن تبعني وآمن بي فلم ترى عينه النار قط. طبعا هذا الكفر، يعني this goes to this level of extent of كفر. قال لا نشهد لأحد بجنة. No one on the planet after the death of the prophet صلى الله عليه وسلم can we say they're in Jannah. The Sahaba, نعم، سلم، he mentioned that the Sahaba are in Jannah, all of them. And the Quran said the Sahaba are in Jannah, all of them. هل جاء حديث مثلا من التابعين، حديث أويس القرني، أيضا هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بصلاحه وبالجنة. That's when it comes to Jannah. أما بالنسبة للنار قال ولا نشهد لأحد بالنار أيضا. We cannot see someone is going to جهنم. وهذا القول
حتى ولو كان الذي مات على الكفر الصريح. هذه مسألة مهمة في غاية من الأهمية. You have your friend at work, Kevin, Stephen, Michelle, Kelly, whatever. Christian, they go to church every Sunday. They tell you that they go to church on Sunday. And they die on that state, we cannot say they're going to Jahannam. لا نقول يدخلونهم في النار. هذه المسألة مسألة غيبية. وعلمها وأمرها إلى الله عز وجل. People take this so slightly. And sometimes someone in a matter of anger, he's angry and upset at someone ضرب ويقول لك والله هذا سيعذب عذاب في جهنم. من أنت يا أخي تقول إنه سيعذب في جهنم؟ And you hear that Allah says, do not let your emotions وعاطفتك تقرر مسألة من في النار ومن في الجنة. إيش قال بعدها؟ لا نشهد أحد بجنة ولا لا. ثم قال ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم ويقبل التوبة عن عباده. That Allah سبحانه وتعالى may forgive and will and can forgive his servants. The man who killed 99 people and then killed the 100th person. Anyone else aside from Sheikh 101, because Sheikh number 100 got killed as well for saying there's no tawbah for you, so atamma bihi mi'a. Aside from the Sheikh that is at 101, did anyone else prior to that, that knew how many people he killed, think there is any chance he would go to Jannah? الآن مثلا أسألكم سؤال. قذافي passed, it was killed, وكثير من العلماء كفروا. كيف؟ قذافي, he was killed, and plenty of the scouts said he's a كافر, يخرج من الملة, كافر, كفر صريح. وعندنا في السودان حسن الترابي, كافر, كفر صريح. لكن can we say that they both, because they died, that they're going to Jahannam? أن الترابي ما شاء الله أنكر 14 أضعاف ما أنكره القذافي. يعني people straight كفر. لكن هل نلعنهم؟ لا. خلط عملا صالحا بآخر سيئة. قذافي بنى مئات المساجد في أفريقيا. خلط عملا صالحا بسيئة. يس فآخر المط يس. لكن مع ذلك حتى ولو كفر, قلنا هذه المسألة أن التكفير العيني في الدنيا له أحكامه في الدنيا وله أحكام الآخر, أحكام في الآخرة. The person who is kafir by the scholars in this dunya has his أحكام in the dunya and has أحكام in the آخرة. The أحكام in the آخرة none of us are involved in. The minute he's put in that grave, خلاص, we submitted his case to Allah سبحانه وتعالى. أما في الدنيا إذا كفر كفر صريح فيعامل معاملة الكفار, بمعنى he is not to be married. We do not give him a Muslim daughter. He does not inherit from the father, a Muslim father. He is not washed or yukaffan ولا يدفن مع المسلمين. هذا حكمه في الدنيا. طبعا لا يصلى عليه ولا يصلى عليه. وقال بعضهم إنه إذا كفره بعض العلماء, وعند الجمهور مثلا والعامة أنه مسلم فالعلماء لا يصلون عليه, لكن إذا أراد أن يصلي عليه العامة الناس فالأمر في هذا يعني فيه توسع وفيه خلاف, لكن المشايخ نفسهم لا يصلون عليه. ف the حكم in the دنيا is as we mentioned, in the آخر عمره الله عز وجل. Why? Because at the end of the day it's not even the matter of وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, and that's it. There is so many other things that happen. يوم القيامة أمر الله. And that's why I always say, يا إخوان, this matter, it should never be our business. It should never be something that we are bothered about or even think about. Who is going to Jannah, who is going to Nar? That's not for us to determine or even worry about it. اترك الأمر لله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala, that person that killed 99 people and 100 people, مع ذلك صدق ما الله في التوبة, فالله سبحانه وتعالى قبل توبته.
واجعله من أهل الجنة. فالإنسان ما دام لم يشهد له الله سبحانه وتعالى بالجنة بجنة ولا نار ولا النبي صلى الله عليه وسلم, فwe cannot say that this person is so and so. أما مسألة الجنة فwhat we can say up in the sunnah is نحسبه ونحسبه من أهل الجنة. لو قلت نحسبه من أهل الجنة كيف لا تقول نحسبه من أهل النار؟ يعني حيصير يعني نرجو له الجنة يعني نرجو له الجنة صح نرجو له الجنة أفضل ها؟ نرجو له أفضل نرجو له أفضل نحسبه من أهل الجنة نحسبه من الصالحين نحسبه من الصالحين نعم صلاح صلاح صح العبارة أحسنتم نحسبه من الصالحين لكن نرجو له الجنة ومسألة نرجو له النار فكثير منا وكثير من الناس أنا عن نفسي أرجو لهم النار كثير من أنا عن نفسي كثير منهم لا والله في ناس حقيقة يعني ظلموا العباد يعني مثلا أنا من amongst them وأقولها علنا أنا بشار الأسد أدعو له بالنار ليل ونهار كيف السيسي ما تدعو له والسيسي أيضا ندعو له بالليل والنهار يعني اللي يعتدون على إخوانا في فلسطين ندعو لهم بجهنم الليل والنهار ما في حرج يا إخوان المسألة يعني إنسان خارج يطلب حقه ويكون تقتلهم ذكر حاكم تفاجئ إيش؟ واحد طالع إضراب مثلا نعم. خارج يطلب حقوقه يعني على نية ويدعو هذا الرئيس أنه لهم حق لكن مع ذلك شوف نحن there's a difference from me saying إنه أنا أرجو لهم personally لما قدموا من أنهم في النار. إنه مع ذلك قد تتعجب أشد العجب لما تدخل الجنة إن شاء الله أدخل الله وياكم الجنة يعني فأنا السيسي وبشر معك في الجنة what you gonna say you gonna protest هذا هو لا ندري يعني إحنا لا نرجع لأحاديث الكلام يعني نعم هذا الإنسان ما بينه وبين رب العالمين يغفر له وبينه وبين العباد هذه مسألة تانية صحيح يعني احنا لما نتكلم عن المفلس هذا ظلم وقتل وأخذ وكسر وأخذ أراضي وهتك عورات الناس وأعراض الناس وبنات الناس يعني هذا الناس حتى لهم كفر يجوا يوم القيامة يقولوا يا رب حقي يعني الأمر هنا هذا علم الغيب احنا نعرف هذا صحيح. الكلام بس يعني بعض الأمور ما نسهل الأمور على الظلم ونقول أنت يعني ظالم يعني الله اختلفنا هذه that's exactly why I'm saying وأنا شوف أقول لك وأنا لهذا مسألة الأخ عبد الله سليمان لما قال نرجو لهم الهداية هذا أمر طيب أن يدعو الإنسان للسلطان ولهم بالهداية أما أنا عن نفسي لماذا لا أرجو لهم ذلك عندي نص في ذلك حديث هو فعل جبريل عليه السلام لفرعون لما أراد أن حديث في الصحيحين راد أن يتشهد في آخر حياته فملأ في فم فرعون قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني that even جبريل did not want him to taste the shahada because out of knowing Allah's رحمة will forgive him لما أفسد في الأرض فسادا والله سبحانه وتعالى قال إيش عن آل فرعون يذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم all of that even the ملائكة جبريل was not happy with what Fir'aun did and did not want him to be يعني, guided or يغفر لهم. Again, it is at the end, it is all a matter of a personal preference of how you feel based on the pain that you have gone through. These people may not be blood family for us, but seeing what they go through breaks your heart and you sit there and say, Allahumma intaqim minhum sharr intiqam. ف ما انا شخصيا لا يعني اذا كان امر الي لن اسامحهم وندعو عليهم والله ليل ونهار سبحانه وتعالى يعني شوف صدام الشيخ الناس كيف كان تنظر له وكان اخر كلامه لا اله الا الله بس هذه مساله وهذه مساله بس يعني في مساله لما تدخل يعني تتفرع في هذا الامور حتى في مصر هلا الان بيقول الناس السيسي هو سبب كل الفضائح اللي وقعنا في ناس آخر بيقول إخوانهم السبب يقولون إيش إخوان المسلمين يقولون السبب عشان ينفردوا بالحكم لو وزعوا
يعني المسؤوليات على يعني على مختلف الطوائف بتاع الاحزاب ما كان حسب كده يعني هو سمع هذا كلام هذا كلام ثالث وجيبه على ذلك بعد اللايف ان شاء الله اكملنا الباب ها الصحابه حتى احنا تيك ات فور جرانتد لو دخل لو رجل في الأولى في الجنة والثانية ما أمرت مكر الله ومبشر بالجنة أكثر من مرة أكمل ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في القبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب به العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. طيب مسألة الأولى قال من لقي الله سبحانه وتعالى إيش قال الأول باب ومن لقيه وقد أقيم عليه الحد أقيم عليه الحد إقامة الحدود كفار لما للذنوب كفارة تامة لا يسأل عنها ولا يحاسب عليها يوم القيامة ولا يعذب بها الكفارة وإقامة الحدود كفارة للذنوب وهناك ذنوب قد تكلمنا عنها we mentioned that يعني فعلها كفر في الدنيا وليس لها توبة في الدنيا إلا الحد القتل كالساحر في الإسلام يقتل ولو تاب يقتل ويعامل معاملة الكافر لكن إن تاب توبة صادقة أمره إلى الله تبارك وتعالى وساب النبي صلى الله عليه وسلم من ساب النبي صلى الله عليه وسلم فبإجماع الفقهاء فهو كافر ويقتل وهذه إيش هذه كفارته إن تاب من ذلك وكثير من الذنوب المعاصي طبعا إذا فعل الإنسان مثلا إذا زنى وهو محصن أو قتل مثلا وتاب عن الذنب ولم يقام عليه الحد ولم يخبر به أحد من الناس وتاب توبة صادقة الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كحديث المشهور الذي تكلمنا فيه كثيرا في البخاري أن المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني زنيت كم من الزنا صلى الله عليه وسلم قال اذهبي حتى تضعي go and give birth come back 9 months later she came back 9 months later فصلى الله عليه وسلم said go and أرضعي for 2 years and then come back Allah the Prophet is giving her a chance to show us that even if you can make a sin you can repent from that sin. In the if you repent tawbah sadiqa, Allah yaghfir lak. She comes back 2 years later, and she insisted. Because the Sahaba khafu min adabillah, and they preferred to be punished ويقام عليهم الحد في الدنيا. So that the adab in yawm al-qiyamah is not 10 times worse. لكن ما العبرة هنا؟ العبرة بعد أن أقيم عليها الحد مسح صلى الله عليه وسلم قال أفضل كلام سبحان الله يسمع في هذا الباب قال لي أن يقام حد من حدود الله في أرض الله خير من أن تمطر عليكم 70 خريفة أن يقام حد واحد من حدود الله ونحن الآن العلمانية وغيرهم من الإخوان والناس المفسدين والعقلانيين وإلى آخره What are they trying to do? The first thing that they started off when they attacked the Quran. It wasn't تعدد النساء. It wasn't, no, none of that. The first thing they started off with was إلغاء الحدود. قالوا ما عارف قطع اليد شيء بشع and it's too cruel. رجم الزاني is too cruel and it's inhumane and chopping someone's neck off is not correct. Just give them life in prison. لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن قال ولن تجد لسنة الله تبديلا. You will never find the replacement for أحكام الله عز وجل. Why? Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي خلق الخلق
وهو سبحانه وتعالى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ما يحتاجه المرء. There is nothing, you can never ever be more merciful to Allah subhanahu wa ta'ala than He is to the others. لو ظننت, if you thought into cutting someone's hand for reaching the nisab of sarqa, or stoning them to death for committing zina, is something cruel, ارجع إلى العذاب المذكور في السنة. What did Prophet ﷺ say عن الزنات؟ من منكم يعرف عقوبة الزنا؟ المحصن. لا لا, في الآخرة. That's one of them. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال نصف عذاب الأمة, half of the entire أمة's عذاب combined is given to the زاني المحصن. نصف عذاب الأمة, bring the أمة from النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة, and the different sins that they have, and هذا قتل وهذا ساحر وهذا ربا وهذا كذاب وهذا نميمة, the different punishment that they have, bring it all together, divided in half, half of that punishment is given to the zunat. This hadith itself is should يعني subhanAllah, that's exactly why when you hear this hadith and you hear the ayah ولا تقربوا الزنا, that's exactly why you should not even come close to zina because of the severity of that punishment. فلما تقارن نصف عذاب الأمة في جهنم ورجمة, you may get lucky, man. You may get someone that gets a big enough stone and one hit and you're done. And you may not feel the rest. It may be that way. لكن should we say that you go and submit yourself for that? Absolutely not. هذا يقع after إما أربع شهداء, four people witness it, or you witness upon yourself four times. أحمد بن حنبل said that has never happened في التاريخ. والأربع شهداء were able to testify on a zina. It has never happened. And although he mentioned that it would almost never happen. It almost never will. It's so difficult. Allah is telling us that is the punishment for it. But at the end, He gave us the option of repenting on our own. من أرحم من الله عزيز في ذلك؟ لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الفرقان الذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك هو does those three يلقى أثامه, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات. كرم الله سبحانه وتعالى. ها؟ من كرم الله سبحانه وتعالى من كرم يعني أنت لو شخص زعل منك ولا حاجة يمكن سامحك لكن شوف أنت غلط وبعد يبدل سيئاتك حسنات. لأن الله سبحانه وتعالى لما يستر عليك يعني ما تشهر بالذنب, هذا المشكلة الناس تشهر بذنوبها بسيئاتها. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين, كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذي بات على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح يحدث به الآخرين والناس. قال في الباب الأول من إذا قال إقامة الحدود إيش هو قال الأصل الأول إنه من أن الكفارة إيش قال هو كفارة كما جاء في القبر عن رسول الله. نعم. ثم قال ومن لم يتوب, whoever does not repent, فأمره إلى الله عز وجل. هذا ما تكلمنا فيه في أول الدرس, أمره إلى الله عز وجل. والأخير قال ومن مات كافرا, أليس هذا بالحق؟ إيش قال؟ ومن لقيه كافرا. ومن لقيه كافرا, من لقيه كافرا. شوف هناك فرق بين من, لأنه إيش قال؟ هو قال من لقيه كافرا فعذبه ولم يغفر له. عذبه ولم يغفر له. لماذا قال أحمد هذا؟ من لقيه كافرا ولم يقل من مات كافرا. شوف أحمد حريص في العبارة وقال من لقيه كافرا ولم يقل من مات كافرا, فهو أجزم على أن الله لن يغفر له ويعذبه عذابا شديدا. ما الفرق بين قوله من لقيه كافرا
ومن مات كافرا لقيه وقع في الاخره. هذا هو لقيه انه الامر خاص استقر في الاخره انه وقع ها لم يتوب. لا من مات كافرا هذا في اعين الناس we think he may have done upon kufr but in front of Allah he may be not be the case that may not be the case. لكن if he's talking about if he reaches a state where he meets Allah and خلاص everything is settled he's kafir, that person for sure he is guaranteed that he's going to be punished and never forgiven. لكن المسألة هذه كمان يعني مسألة مجملة وعامة والحكم العام ليس الحكم على المعين. الحكم العام وكل الكلام الذي جاء في القرآن عن الكفر المجمل هو إنه هو مجمل إلا إذا جاء تخصيص يخصص. فالأصل في ألفاظ القرآن بعموم اللفظ لا ما هي القاعدة؟ لا القاعدة الأصولية تقول الأصل في ألفاظ القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بمعنى إنه الكلام في القرآن even if it is talking about أبو لهب or أبو جهل الأصل فيه العموم. That what they did yes he was talking about them but if you did the same it falls upon you. That's why you hear some people they say no this ayah was talking about the منافقين this ayah was talking about the كفار. أنت الأخ ذكر لي قال لي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا صح الآية نزلت في المنافقين لكن مع أنها نزلت في المنافقين تقع في غيرهم. الله في سورة النساء قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فأن مع أن الآية مخصصة خصوص السبب للمنافقين لكن الأصل في ألفاظ القرآن بعموم اللفظ أي عامة لكل الناس لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.